عدد من 300 نخلة من التشكيلة الوحية لمنطقة تيغمرت القروية بإقليم غريمي ماتت عليها ألسنة اللهب بعد أن نشب بها حريق منذ منتصف نهار اليوم. جهود مصالح الوقاية المدنية التي سخرت كافة وسائلها اللوجستيكية بالإضافة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية فضلا عن ساكنة القرية مكنت من السيطرة على الحريق. حريق أرجعت مصادر سبب اندلاعه إلى عدم تنقية أعشاش النخيل وإهمال الواحة. النار هذه شعلت مع شي 11 ونصول مع ديك 8 وبركنا مضاربين معاهم جات لينا للدار وبركنا مضاربين معاه بحال كثير وما كايناش تنقية بالسي بغا يتشعل هذا النار ما كاين لا تنقية ما كاين لا شي لا كناطر باش يدوزو البومبيات ما كاين والو لا شانطي لا يوم كرفصوا وتكرفصنا معاهم سبيل الله حتى جاونا الناس. هذا الشيء هذا راه كل عام كيتقرر وهذا الشيء هذا ما غادي تحبس علاقاش كاين المسائل اللي هنا كل عام في واحد الوقت في هذا الوقت هذه كتقوم النار وهذا النار هذا راه دات نص الواحه راه بدات من التحت وجات من الفوق وجات في الوسط ونتمناو يكون هذا الشيء هذا يتقطع وندار له الطرقان فين تدوز الوقايه وندار له العنايه. رياح الشرقي علاوه على الارتفاع المفرط لدرجات الحراره بالمنطقه عوامل ساهمت في سرعه انتشار هذا الحريق الذي امتدت السنه لهيبه ايضا الى احد الدواوير التابعه لجامعه فاسكا القرويه. حريق الحق اضرار بسكنين قرويين دون تسجيل خسائر بشريه. وجات النار من الفوق تحرقوا لينا كامل قال مولانا الدراري الصغار دخلت عليهم النار الى الحانوت عرج انا عاتقوا مع الدراري جبدوهم والمراه حتى هي سميتو راه قالها مولانا جات لابيلانس كاع وداتها. حريق إذن ياتي ليخلق اضرار بالغه بهذه الثروه الوحيه التي تعد دعامه اساسيه في تنميه هذه المنطقه القرويه.